اليوم في الجزائر لا حديث الا على قرار ديال المحكمه ديال الوليده اللي قررت وعطات البراءه للجنرال توفيق وسعيد بوتفليقه وطرطاق ولويزا حنون. والخبر نزل كالصاعقه على بعض الناس، وطبعا غادي يخلق نقاش كبير الا قدروا يناقشوا، الا قدروا الجزائريين يحلوا الفم، وخاصة الإعلام الجزائري اللي غادي تمسخروا به اليوم. وأنا كنسمع بعض الكلمات ديال الجزائريين تمسخروا به اليوم، وغادي نضحكوا عليه اليوم مزيان، ويحق لنا أن نضحك على الإعلام الجزائري ونضحكوا على عصابة الجزائر. طبعا هادي شحال هما يقولوا لنا بأنه مس، خاصة بعد الحراك وني واحد الحركة ديال الاعتقالات ديال واحد اسماء وازنه داخل الجزائر. وبقينا كنقولوا شنو هادشي هذا؟ واش فعلا الجزائر انه وصلت انها تصحح واحد المجموعه من الاخطاء وتعتقل واحد المجموعه من الرموز اللي كانوا اقوياء واللي ما كانش ممكن ان الانسان كاع يتجرأ كاع يتكلم معهم؟ كما كنقولوا واش السبع تقول له فم خانز؟ ما يمكنش. وفعلا وقعوا الاعتقالات وتشدق الاعلام وتشدقت الجزائر بانها غادي في اطار تصحيح، وبمعنى انهم يتجاوبون مع متطلبات الحراك الشعبي، وهي غير تصفيه حسابات ما بين مجموعه القايد صالح ومجموعه اخرى. القايد صالح دار هذا الانقلاب على هاد الناس هادو لانه ما كانوش غاديين في الخط ديالو، او كان معول انه باش يربح ثقه ديال الحراك الشعبي. توفى القايد صالح وعرفت الجزائر عده تغييرات على التغييرات، واليوم كنشوفوا ان بعض الترميمات كتوقع خاصه بعد الانتصارات اللي دارها المغرب على جميع الاصعده، واعتراف الولايات المتحده الامريكيه بمغرب الصحراء، واستئناف العلاقات ما بين المغرب واسرائيل. وطبعا هذه العصابه ذات قراءه ديالها، والان شفت بانه لا بد من عوده واحد المجموعه من الاسماء. شفنا خالد نزار رجع، شفنا كذلك عند مجيد تبون رئيس الجمهوريه رجع، اللي كيقولوا بانه ممكن ما يرجعش او بانه غادي يدعو عليه انقلاب او راه ذلك كذا او هذه او هذه او هذه، ورجع. واليوم شفنا هاد الرموز ديال واحد الفتره معينه رجع براءه يعني في رشه عين، انتقل بلا مس السواد الى البياض. وطبعا انا ما كنناقش قرار القضاء الجزائري، نحترم المؤسسات ونحترم القضاء كيف ما بغى يكون وفي ما بغى يكون، هادشي ما كنناقشوش. كلنا وراء صاحب الجلاله الملك محمد السادس نساه الله، كلنا جنود مجندون للدفاع عن الوحده الترابيه للبلاد. طبعا احنا اللي كنناقشوا هو كيفاش غيتعامل الاعلام الجزائري وخاصه ابواق المأجورة ديال الجزائر كيف تتعامل مع هذا الحدث، وخاصة قناة الشروق والنهار. الشروق غتولي غروب والنهار غتولي ظلام دامس وليل دامس. فأنا نذكركم الحمد لله احنا الأرشيف واللي كذا بعد شهوده فيديوهات اللي تمنى النهار والشروق أنهم يتكلعوا من الوجود. وأديكم مقتطف من الشروق كيفاش كانوا يتكلموا على هاد الناس وعلى هاد الربعه هادو منين تشدوا ومشاو للمحاكمه، وكيفاش المحللين كانوا كيحللوا. ناخذ واحد المقتطف نسمعوا ونرجعوا للتعليق، كاين بزاف ما يتقال. روح يا الويله فين تباتي الليله؟ اذا السؤال حنا غادي نتبعوكم ونشوفوا واش باغي تقولي. كيفاش هضرتي على هذوك الناس ذاك الوقت وتمت ادانتهم من قناه الشروق؟ ماشي حللت الوضع او تساءلت وخلات يعني القضاء انه يدير شغله مادام القضيه مطروحه على القضاء، لا، هي اللي حكمت وهي ادانتهم. ونشوفوا كذلك السي العربي في قناه النهار، وحنا جايين عاوتاني كذلك لقناه البلاد، كاع غادي نشوفهم كاع غادي نذوقوا منهم شويه ونوريهم ونبين لهم التاريخ ديالهم واش كان كيقولوا. وهذا انا كيخليني كنضحك، والله الا نضحك. على ما نضحك؟ نضحك اولا على الاعلام الجزائري كيفاش داير. ينوضو يطبل ويغيط، قال له غيط وغيط، زمر قصب، الولي من لمن غتقصب؟ لمن؟ وكي غادي دير؟ ها؟ واش تهرب من الجزائر؟
واش تخشي راسك بحال النعامه وكيدير. وانا علاش راني كنضحك؟ بغيت نوجه الكلام ديالي لهذوك الجزائريين اللي مازال كيتيقوا في هذه العصابه. ها هو دليل على هذه الاصابه، لان العصابه كتضحك عليكم، على ان هذا الاعلام اللي كتثقوا فيه كيضحك عليكم. راه البارح يقول كلمه واليوم يقول كلمه، غير اللي ما سخر له. راه ما عنديش واحد مبدا واحد المسائل يعني مقتنع بها، كما حنا في المغرب كنقولوا الخبر مقدس والتعليق حر. لا، ما عندهمش الخبر مقدس والتعليق اللي بغاوه، يعني هما يقولوا لهم وهما ينفذوا، لانهم ما يعطيوهم الا ما قالوش يحبس عليهم السقايه. نسمعوا عاوتاني واحد المقطع ثاني من قناه البلاد باش نزيدوا شويه نضحكوا. واكيد انكم المشاهدين الكرام راكم تتفاعلوا مع هادشي اللي كنقدموا، خاصه في هذا النهار، وراكم كتحسوا بواحد النشوه خاصه وانتم كتشوفوا هادشي هذا، باش تبرد لكم شويه خاطركم على الاعلام الجزائري. انا تذكرت جوج الحكايات. الاول واحد ذكرت واحد الفيلم سميتو ذا ديرتي دازن لونغري، فيلم امريكي ولكن معروف بلي دوز سالوبار. هذا واحد الجندي كانت عندهم واحد المهمه، وشافوا شكون يدير لهاد المهمه، شكون ما اختاروا غير واحد الناس، واحد اللي دوز سالوبار، هادو اللي كانوا محكوم عليهم اما بالاعدام او بالاعمال الشاقه او بالحكم المؤبد، يعني ناس اللي عندهم تجربه كامله وكبيره في الاجرام وقلبهم قاصح وبزاف الحوايج يعني داروها باش تحكمت عليهم هاد الاحكام. اذن هادوك هما اللي جابوهم دوز سالوبار، هذاك السيد اللي كان في كلب مهمه مشى كيقلب عليهم. وهذا الشيء اللي كنشوفوا يتكرر في الجزائر. ما بغاش نقول هالناس بانهم هما اللي دوز سالوبار، ولكن اوجه الشبه على انهم هما اصحاب المهمه القادره اللي راها جايه على الجزائر واللي غنتكلموا عليها. حكايه واحده اخرى وغتسمحوا لي فيها واحد الكلمه شويه يمكن تخدش الحياه، ولكن نقولها بواحد الطريقه مزيانه. هادو كان واحد الناس مشاو داروا واحد الرحله لواحد البلاصه، ومدام واحد بحال اين كاميونات مشاو بها بعيده، وعربضوا وفسقوا في ذاك النهار وشربوا وسكروا حتى لدرجه انه يعني واحد الكرمه كانت تما طيحوا لها كاع الكرموس ديالها، ومع الاسف نفخوا عليها، يعني من كثره العربضه ومن كثره الشبعه. فالعشيه فاش جاو يرجعوا ما لقاوش باش يرجعوا، ديك الكاميونات لقاوها معطوبه. باش يعيطوا هكا يعني في البورتابل ما كاينش لا ريزو، ما كاين لا باتري، لا والو. حصلوا جاعوا، اش بقاو يديروا؟ رجعوا لذاك الكرموس اللي حاشاكم نفخوا فيه، وبقاو كيشوفوا الكرموس يقول لا لا هذه ما قصناهاش، لا هذه كانت بعيده، لا حتى هذه، هذو كانوا هذه حتى بعيده كانت لهيه، لا هذه كانت مخبيه تحت هذه. واش اللي وقع اليوم في الجزائر؟ من بعد هاد الانتصارات ديال المغرب، الجزائر كتفكر على انه دير خطه اخرى، ودائما خطه شريره، راه ماشي خطه للتنميه والصلح، دائما خطه شريره. اذا شكون اللي غادي يدير لنا هاد ينفذ لنا هاد الخطه؟ غادي نشوفوا الناس اللي فيهم قلبهم شر واللي موالفين بهالشيء هذا، وخاصه بحال خالد نزار صاحب العشريه السوداء. اذا دابا الان كيفصلوا هاد الناس هادو كيجمعوهم، لانه الجزائر دائما تأبطت الشراء، الجزائر تأبطت الشراء، عقلوا هاد الكلمه تأبطت الشراء، والجزائر ستعرف هزه كبيره وراها قريبه. اذا كيوجدوا الجزائر واحد المهام، هاد المهام شنو فيها؟ فيها طبعا العداوه والاستمرار العداوه والاساءه للمغرب، زياده على ذلك انهم داروا الشعب الجزائري تحت الصباط. ترى الحراك الشعبي، شكون راه يتلف الحراك الشعبي؟ وانا قلت في حلقه في قناتي على انه الجزائر غادي دير واحد الضربه للحراك باش تقضي على الحراك. اذا فين هو الشعب الجزائري؟ فين راه داك الحماس؟ وفين راه داك الحراك؟ وفين راه داك المطالب؟ هل هاد العصابه ديال العسكر اللي كاينه في الجزائر ما كتهتمش نهائيا بالشعب الجزائري، ولا كتلفت له، ولا كتشوف المطالب ديالو، كتوجد راسها لما هو افظع، وراها تقلب على الناس اللي قادرين انهم ينفذوا لها هذا البرنامج ديالها والاستراتيجيه ديالها اللي غادي تكشف في الايام القادمه ان شاء الله. وحنا دائما الشعب المغربي من طنجه للقبيله، داخل المغرب وخارج المغرب،
احنا في التصدي لهم ان شاء الله تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. شكرا لاهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.